يعني في الحدود بيننا وبينهم نحن الاثنين نمسكوا سوا نقبضوا سوا، ما نخلي زول يشيل بندقيه بيننا وبينهم. ده كلام نحن يجب ان نعمل عليه من الليله. من الليله. انت لما تمشي في بلد بتاعنا في دينكا ولا في مناسك في جروب هنا ده لما جيت على بيت اخوك واخوك عنده كلب كان ما مسكوه بيجري ليك وبيجي بعديك. وبعدين لما تقعد وجاب لك اكل بيجي بجيب قدامك وبعمل ذنب بتاعه وكده يعني انه تديه حاجه. ده نفس الحاجه الحاجات انه جنرال برهان قالوا قبل انا بقول له ده انت يا عاوز هتقعد تعمل الكلام ده. الناس دي بيجي بشيل من هنا ده وتمشي تكوتهم في الحدود هناك بين الشمال وجنوب ده يعو ناس البعضونا بالليل عشان كده يتا جيتا حسد وكلمت كلام ده بلسانك نحن هنشتكي.